أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الأسباب التي جاء أنها ترد القضاء والقدر؟ الدعاء، فإن الدعاء يرد به الله القدر، لأن الله قدر أشياء مبنية على أسباب، إذا فعلت ارتفع القدر، الدعاء يرفع الله به القدر، وإذا لم يدعو نزل عليه القدر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.